مساء الخير مشاهدينا. هذه الجغرافيا مختلفة وحتى التضاريس، وليس غريبا على هذا الفضاء أن يكون هي البوابة إلى السماء، إنها فلسطين. إذا نتحدث عن السر الإلهي في هذه الأرض المباركة، لذلك نعود ونؤكد ونقول كما تعودنا من نعومة أطفالنا بأن فلسطين داري ودرب انتصاري. الحقيقة زي ما قالت لانا، الرحلة بدأت من رام الله، يعني هذه الحلقات الخاصة ببيت للكل، وفي الطريق ساعتين إلى محافظة الخليل، وأنا أرقب من هنا وهناك الطريق. طريق ليس سهلا، طريق به حواجز، به معابر، ولكن الروح الفلسطينية يعني تجعلك تسير بسرعة شديدة حتى تدخل إلى الخليل. وعرفت بأنه الموقع بالقرب من المسجد الإبراهيمي. طبعا يعني بالنسبة لي كمصرية ويعني احتراما وتقديسا لهذا المسجد، هناك كده روح جميلة بأنك ستكون بالقرب من المسجد حيث الصلوات والدعوات. ولكن فوجئت بأن علينا أن نصعد من خلال إحدى المنازل اللي موجودة أمام المسجد الإبراهيمي، وهو منزل لعائلة فلسطينية جميلة بها من الشهداء وبها من التضحيات، وقرروا أن يكملوا رحلة الصبر. وافقوا لفريق البرنامج أن يصعد إلى السطح ويكون هو هذا مسرح البرنامج. في الخلفية هناك الغطرسة الإسرائيلية التي تحوم وموجودة مع بجانب المسجد الإبراهيمي، وهناك المسجد والمأذنة الجميلة التي تعلو فوق كل شيء. إذن إنها حلقة جديدة من حلقات بيت للكل، نتحدث فيها عن الصبر والحياة والأمل والعمل في محافظة الخليل. على هذا الثرى المقدس خطى الأقدمون أنبياء وصالحون، فكانت السيرة التي أصلت لهذه الملحمة الممتدة عبر المدى، عبر الزمن. أنا أود أن أرحب بداية بزميلتي لانا وشافكي في هذه الحلقة من هنا من فلسطين، وقد أسهبت في الشرح، لكن الشرح لا يفي المكان حقه بصراحة، لا قدسي ولا بهاء ولا متن ولا معنى ولا قيمة ولا شيء. نحن بجوار المسجد، المسجد الإبراهيمي الشريف هنا في مدينة الخليل. نحن في مدينة الخليل، في مدينة أبو الأنبياء، أبونا جميعا إبراهيم عليه السلام. بالضرورة سيكون لنا المتسع الكثير في هذه الحلقة لنتحدث عن مدينة الخليل، عن المعنى والقيمة والتاريخ، عن المسجد، عن شارع الشهداء، عن كل ما مكونات هذه المدينة المغرقة بالرمزية. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت للكل. على مساحة 2050 متراً مربعاً ينبض من قلب مدينة الخليل القديمة التي ارتبطت عضوياً بمكانته لتتشرف بحمل اسم أبانا إبراهيم خليل الرحمن، الذي يرقد وزوجته سارة وحفيده نبي الله يعقوب وزوجته عليهم السلام في ثراه المقدس، ليكون المسجد الإبراهيمي درة تاج الخليل وأهلها ورابع مساجد المسلمين قداسة حول العالم. يحيطه سور عظيم من حجارة ضخمة يصل بعضها إلى طول 7 أمتار، شيده الإمبراطور هيرودس الأدومي في القرن الأول الميلادي مكانا يحيط بالقبور، وتحول بعد الفتح الإسلامي إلى مسجد يحمل اسم أبانا إبراهيم حتى يومنا هذا، متربعا على أرض فلسطين منذ آلاف السنين، يحمل قداسة الموقع وسحر التاريخ. يثخنه الاحتلال الإسرائيلي تقسيما زمانيا ومكانيا، وينشر عشرات البوابات الحديدية ونقاط التفتيش التي تحيط به، ويمنع الأذان فيه أياما طوال كل عام، ويسرع وتيرة خنقه بالاستيطان باحثا عن تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة ما يسمى بالخليل اليهودية التي اخترعتها النفوس المريضة المهاجرة من أقاصي الأرض لترفع نجمة سداسية
فوق مئذنته وليدنسوا قداسته بطقوس الغناء والعويل والرقص والموسيقى، ليكون متاحا كاملا للمسلمين الفلسطينيين 10 أيام فقط طيلة العام. يسيطر الاحتلال على 63% من مساحته الإجمالية، إلا أن ذلك لم يفقده قيمته الدينية ولا الأثرية، وبقي يقاوم صامدا ليثبت أنه صاحب الحق بهذه الأرض وأن الدخلاء لابد راحلون. يحرسه فلسطينيون حنفاء لله على ملة أبانا إبراهيم، يفخرون بالصلاة والرباط فيه وتقديم الدم قربانا وفداء لمسجد من افتدي ولده من أعالي السماء بكبش عظيم. مشاهدينا، مشاهدي بتل الكل، كما تابعتم هذا التقرير، هذا التقرير يؤكد على الإغراق في الرموز الدينية والتاريخية الخاصة بالمسجد الإبراهيمي، وهذا الموقع تحديداً اللي احنا موجودين فيه كما شاهدتم بالخلفية، المسجد الإبراهيمي ومقام إبراهيم. طبعاً يعني هذه المدينة الجميلة ومحافظة الخليل الحقيقة مغرقة بكل التفاصيل سواء تاريخية أو دينية. خلينا نرحب بمعالي وزير الأوقاف، أهلاً بحضرتك يا فندم. أهلاً وسهلاً. معالي الوزير، يعني ما الذي يمثل هذا المسجد بالنسبة لكافة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل يمثل المقدس الثاني على مستوى فلسطين بعد المقدس الأول، وهو المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك جاء ذكره ورد الحديث عنه في القرآن الكريم بقوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في حين أن الخليل أيضا جاء وورد ذكرها في قول الله سبحانه وتعالى حول نبي الله إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومما هو ما مؤكد ومعروف أن إبراهيم الخليل نبي الله وجد نبينا محمد قد قدم من العراق إلى مصر ومن مصر إلى فلسطين، وقطن في هذه البلد وسكن في هذا الموقع، وكان الموقع هذا الموقع هو المقام لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وبعد ذلك قام بشراء الغار الشريف الذي دفنت به سارة زوجته حين حضرتها الوفاة، دفنت واشترى المغارة التي دفنت بها من عفرون الحثي في ذلك الوقت، ودفن سارة في هذا الموقع. وهذا الحرم بني حول هذا الموقع، حول المغارة التي دفنت بها سارة، ثم دفن بها إسحاق، ودفن بها جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجاتهم، وأصبح هذا المكان بهذه الطريقة المثلى من القداسة على مدى قرون من الأزمنة التي مرت. والحرم الإبراهيمي عني به عناية شديدة وكبيرة في العهود الإسلامية، إذ أخذ الموقع هذا العناية والمتابعة من كل الدول التي توالت على إدارة الشأن الإسلامي عبر التاريخ الإسلامي، من العهد النبوي إلى العهد الراشدي إلى العهد الأموي إلى العهد العباسي إلى العهد المملوكي إلى العهد العثماني، وكانت تهتم بشكل كبير في هذا الموقع. وهذا الموقع بهذا الحلة التي نراها هي عليه منذ ما يقرب من 1000 عام، هذه الطريقة بنفس هذه التفاصيل، بنفس هذه الطريقة، المنطقة بمقام سيدنا إبراهيم. بلا شك المقام الحرم الإبراهيم الشريف نحن كما نطلق عليه في مدينة الخليل، وكما هو معرف لدينا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، هذا الحرم الإبراهيم الشريف، هذا الحرم نحن نقوم على المتابعة إليه والعناية والرعاية والتوظيف وكل ما يتعلق بهذا الحرم، وتابع لوزارة الأوقاف، وكان في العهد الأردني كان تابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكذلك الحال كان في العهد العثماني تابع إلى السلطنة العثمانية، كانت أمور الحرم هنا تدار من السلطنة مباشرة وينفق عليه من السلطنة العثمانية. قلت شيخ أنه المكان يحتل المرتبة الثانية من حيث القدسية. نعم، هنا المكان للناظر إليها في هذه الساعة تراها خاشعة، كل ما فيها من نقوش ومقامات ومقابر، ويدل علينا كمسلمين. الادعاء النقيض يدعي بغير ذلك تماما. أنا سؤالي مباشرة،
هل يملك غير المسلمين أي حق تاريخي أو ديني في هذه المدينة؟ مما لا شك فيه أن التاريخ يذكر بكل وضوح وجلاء أن في هذا البلد منذ العهد العمرية لم تقطن هذه المدينة بالذات إلا من المسلمين لوحدهم، وفي بعض الأزمنة سمح لغير المسلمين أن يسكنوا في هذا البلد على اعتبار أنهم قدموا قدوما خوفا على أنفسهم، في بعض المواقع قدموا إلى فلسطين. لكن مدينة الخليل بالذات هذا معروف أنها هي مدينة منذ عهد عمر بن الخطاب والفتح العمري وحضور عمر بن الخطاب إلى القدس وتوقيع العهد العمري مع صفرونيوس البطريرك العربي في ذلك الوقت. فلسطين أصبحت بهذه الطريقة تدار، وهذا ما اتفق عليه المسلمون والمسيحيون حتى يومنا هذا. لكن يعني النقوش والرقوم وكل ما كتب ودون وكل ما هو مدون من رقوم ونقوش على جدران وعلى أسطحة وعلى أبواب المنازل تدل على أنها هي بلاد عربية إسلامية. هذا ما عليه المؤرخون وهذا ما يؤكده المؤرخون. كل رواية سوى ذلك هي رواية مستحدثة مصطنعة أريد لها أن تكون بغير دليل وبغير عمق تاريخي، إنما هي من باب القوة العسكرية التي فرضت إجراءات وفرضت حالة وفرضت أيضا كتابات وفرضت نقوشات في بعض المواقع، إلا أن الواقع التاريخي ينقضها نقضا كاملا لا وجود لها. سماحة الشيخ، نتحدث عن 1000 عام وأكثر ولا زال رغم تلك الانتهاكات وتلك محاولات الاستبداد والسيطرة على هذا المكان القدسي الديني، لا زال صامد بكل عناصره بكل مكوناته، لم يتغير عليه شيء. لابد أن هنالك جهود كبيرة بتبذلها وزارة الأوقاف والمقدسات الدينية اتجاه تلك الاضطهادات، لأنه ليس من السهل حتى الدخول إلى الحرم. يعني أنا بس بدي أنوه للمشاهدين أنه استطاع فريق بيت للكل أن يدخل ويصور هنا، وليس لأي محطة تمكنت قبل أنها تصور هون، فأخذنا الإذن من أحد ساكني البيوت القريبة جدا والملاصقة للمسجد الإبراهيمي، وأخذنا السطح ووضعنا كاميراتنا عليها، وبالمقابل خلفي يوجد جندي يعني جنود إسرائيليين بيتفرجوا علينا وبيراقبونا، فليس من السهولة إن نوصل لهذا المكان. كيف استطعتم سماحة الشيخ؟ الواقع أن ما يحيط بالمسجد الإبراهيمي أو الحرم الإبراهيمي هو أمر غاية في الصعوبة والدقة والخطورة، وبدأت هذه الخطورة منذ أن دخل الاحتلال إلى مدينة الخليل في 5/6/67. بدأ الصراع منذ ذلك اليوم على هذا الموقع. حاولت دولة الاحتلال السيطرة عليه بكل الإمكانيات المتاحة بين يديها من حيث القوة العسكرية. بالبداية كانت تعمل بطريقة خبيثة وفيها نوع من الدهاء والمكر، أنها كانت تأتي بشكل متقطع ثم أصبحت تضع الجنود بشكل متواصل، ثم بعد ذلك أدخلت بعض الكراسي وبعض كتب التوراة إلى المسجد الإبراهيمي وإلى الحضرة اليعقوبية والحضرة الإبراهيمية في الداخل، وبعد ذلك تمكنت من أن تدخل بشكل مستمر حتى وصل الأمر في عام 1994 في 15 رمضان 14 الموافق 25/2/1994 حدثت المجزرة، مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. هذا فارق كبير في تاريخ الحرم الإبراهيمي. بعد حصول هذه المجزرة التي ارتكبت من قبل باروخ جولدشتاين وقتل 29 مسلم في الساحة، ولا يمكن نسيانها، قتلهم في الحضرة الإسحاقية. بعد هذه المجزرة دولة الاحتلال شكلت لجنة للتحقيق برئاسة قاضٍ إسرائيلي اسمه شمجار. شمجار كانت معه لجنة، ولجنة قضائية إسرائيلية قدمت إلى هنا وعملت وفق الرؤية الاحتلالية. وبعد ذلك هذه اللجنة خرجت بتوصيات، التوصيات بكل أسف نقول أنها عاقبت الضحية وكافأت من قتل. بعد ذلك بعد هذه من مخرجات هذه اللجنة تقسيم الحرم الإبراهيمي تقسيما زمانيا ومكانيا، فلذلك قسمت الحرم، أعطت مثلا الحضرة الإسحاقية ف
فقط للمسلمين صلوا بها على طوال الوقت، وحجبت الحضرة الإبراهيمية والحضرة اليعقوبية والحضرة اليوسفية. هذه يعني الأماكن يدركها الخليل إدراكا كاملا، ما أتحدث عنه يعرفونها. حجبتها كيف؟ عن المسلمين؟ حجبت عن الدخول إليها. الدخول إليها. دكتور، مين الأكبر؟ هم مع المساحة في المسجد الإبراهيمي التاريخي لديهم المكان الأكبر. وهنالك منطقة اسمها الجاولية، هذه الجاولية هي خارج منطقة الحير. الحير هو السور الذي بني حول مغارة المكفيل قبل يعني قبل أكثر من 1400 عام. هذا الحير هو الذي يحوي الحضرة الإسحاقية والإبراهيمية واليعقوبية واليوسفية. الجاولية هي منطقة ملاصقة لذلك، فلذلك هذه اللجنة هي التي قسمت وأيضا أعطت القوة العسكرية الإسرائيلية حق الحماية وحق الإدخال والإخراج وحق أكيد. التفتيش، ووضعت البوابات الإلكترونية الموضوعة الآن بحيث أنه لا يستطيع أي مواطن أن يدخل إلا عبر البوابات الإلكترونية أو التفتيش الإلكتروني. يعني إذن بما أن حضرتك وصلت للبوابات الإلكترونية، الحقيقة يمكن الموقف أنا بالنسبة لي يعني في يعني حاسة أنه الدموع ممكن تكون أقرب، لأنه يمكن دي المرة الأولى بالنسبة لي، مش فقط كإعلامية، أنا زرت فلسطين الحقيقة العام الماضي، بس هي أول زيارة ليا لمحافظة الخليل أو مدينة الخليل، وأنه يكون المقام الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي موجود، وأشعر أنا كمسلمة أنه هناك الغطرسة والبوابات الإلكترونية وعدم القدرة على أن الواحد يدخل يؤدي دور العبادة، يصلي يتعبد. هذه الغطرسة أيضا موجودة، وصعب جدا الدخول إلى القدس، وصعب جدا للمسلمين وخاصة الإخوة طبعا من فلسطين أن هم يزوروا يتعبدوا يقيموا المناسك، فالمسألة صعبة جدا وهي متروكة للمزاج الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية وأيضا المزاج الخاص بالمستوطنين المتطرفين وغيرهم. اللي قالته عزيزتي لانا بأن إحنا كفريق عمل، مش عايزة أقول غمرنا، ولكن يمكن قيمة هذا المسجد وقيمة إنه نوصل الرسالة إلى كل مشاهدينا، نحن نبقى موجودين على سطح أحد البيوت اللي تعاونوا معنا طبعا لأن هم الصابرين الفلسطينيين أكيد. يعني معالي الوزير، قول لي تجاه هذه الغطرسة وتجاه عدم قدرتنا على أداء مناسكنا الإسلامية أو أن احنا نصلي ونتعبد، يعني إزاي انعكسها إزاي على أولا الفلسطينيين القاطنين هنا؟ مما لا شك في أن المواطن الفلسطيني الخليلي الذي يقيم بهذه يمتلك إرادة فولاذية أكيد. هذه الإرادة الفولاذية التي جعلته يقاوم ويصبر ويبقى ويمكث في هذه النقطة وفي هذه المنطقة وفي هذا الحوض الملاصق إلى المسجد بشكل مستمر، رغم كل الإجراءات ورغم كل المحاولات التي حاولها الاحتلال للحيلولة دون الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، إلا أن المواطن متشبث متمسك بطريقة لا يمكن أن تجديها إلا في فلسطين في الخليل وفي القدس. صحيح. هذا تمسك لا يمكن أن يكون بغير هذه الإرادة. هنا الجميع يدرك أن هنالك حاجة من أو محاولة فرض حالة من عدم الدخول إلى المسجد، لكن المواطن مصر على الدخول إلى المسجد. طب اسمح لي هنا معالي الوزير، يعني إحنا ندخل إلى المساجد لكي نرتاح، هي روحانيات، هو تقرب إلى الله، هي عبادات، ولكن أنت تصلي والسلاح فوقك. هذه الحالة لا تجديها إلا في فلسطين، ولا توجد إلا في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي أكثر من المسجد الأقصى المبارك. لكن كما قلت، هنا صبر، هنا إرادة، هنا عزيمة، هنا قناعة كاملة تاريخيا لدى كل مواطن في مدينة الخليل أن هذا يمثل البعد الديني والتاريخي والقيمي لكل مواطن في هذا البلد، وأن هذا المكث والإقامة والذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد والتعبد والخشوع والخضوع وتلاوة القرآن هي عبادة، وهي رباط ومرابطة وصبر ومصابرة وإثبات الوجود والتأكيد على الرواية التاريخية الفلسطينية التي تؤكد هذه الرواية أن هذا الموقع هو موقع إسلامي، وأن صحيح. الوجود فيه هو وجود من باب التحدي وإقامة الحجة والدليل على البقاء، نعم. ومن باب أيضا
إبطال الرواية المقابلة الرواية التي نطلقها نحن كشعب فلسطين أن هذا مسجد لا علاقة لغيرنا به، لا علاقة لغيرنا بما فيه، كل ما به هي رواية تحكي رواية المواطن الفلسطيني ورواية إسلامية بأن هذا مسجد، لا حدا لا علاقة لأحد به بالمطلق لا من قريب ولا من بعيد. نعم سمحتك بس اسمح لي قبل ما يبدا يعني طبعي. اسمح لي استاذ خالد على قضيه المرابطه وانه السؤال اللي سالته شافكي، بس احنا خلينا نخلي المشاهدين يعني يشوفوا كم هي فعلا المرابطه والاصرار. هم متجدرين في بيوتهم، احنا المنازل اللي احنا موجودين فيها في هذا الموقع شبابيكها على الحرم مباشره، يعني واحنا جالسين خلف الجندي الإسرائيلي عم بيراقبني، يعني خلف طبعاً. ظهري وظهر شافكي شايفنا الجندي الإسرائيلي، فما بالكم بهدول الشبابيك البيوت اللي الجندي الإسرائيلي 24 ساعة على شبابيكهم وعلى بيوتهم، يعني وكأنه عايش معهم جوا البيت. كما قلت هنا الإرادة، هنا الإرادة الصلبة وهنا الإرادة الفولاذية، لا تجدها إلا هنا. هنا أصبح المواطن جزء من حياته المقارعة، جزء من حياته الثبات والرباط وإثبات الوجود. المواطن يأتي إلى هنا ويصلي إلى هنا، والشيء الملفت للانتباه أن صلاة الظهر والعصر يأتي إليها كبار السن الطاعنين في السن المتكئين على عكازة، يأتون إلى هنا ويصلوا في هذا المقام من باب إثبات، من باب الرباط، من باب إثبات الوجود طبعا. من باب أيضا أن الذات الدينية أين من باب إثبات أن هذا الموقع لنا. عندما يأتي الشيخ الكبير الطاعن بالسن أو المرأة الكبيرة الطاعنة بالسن المتكئة المستندة لغيرها في الوصول إلى هذا الموقع والصعود إلى أدراج المسجد والوصول إلى الأماكن للصلاة، هذا يعطينا بالفعل يعطينا شيء من الدرس أن هذه الإرادة لا يمكن أن تنهزم ولا يمكن أن تغلب ولا يمكن طيب. أن تمحى بالمطلق. هذا ما يعني ما نؤكد عليه. كذلك المواطن عندما يأتي إلى هنا هو يثبت أمام الله سبحانه وتعالى أنه على العهد وعلى الرباط لازال مصرا إصرارا مهما بلغ هذا الأمر. وهذا هذه الأدراج التي رأيتموها كم من الشهداء سقطوا عليها، أكيد كم من الشهيدات سقطوا طيب. بها. سمحت الشيخ، الصفات الدينية منازل وكان يمنحها الله لمن يشاء، وهي تنطبق على الأشخاص وعلى الأمكنة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم، الصالحين، العابدين إلى آخره. في موضوع المسجد، يعني احنا بنعرف ان القدس المسجد الاقصى المبارك، هذه صفه فيها قدسيه، هذه منا من الله سبحانه وتعالى. عندما نقول المسجد الابراهيمي في، يعني انا مثلا في احد العلماء الدين مره صححني قال لي هو ليس حرما وانما مسجدا. انا سؤالي لهم هل هذا مسجد ام حرم؟ هو بالواقع هي كل المناطق اللي يطلق عليها حرم يطلق عليها بنفس الوقت مسجد، يعني المسجد الحرام واسمه المسجد الحرام طيب. ويقال الحرم المكي ويقال المسجد النبوي ويقال الحرم النبوي ويقال المسجد الأقصى. ولم يقل رب العزة يا شيخ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال مساجد ولم يقل حرم. هو أطلق عليها العلماء أيضا حرم، أطلق عليها حرم. كذلك هذا الموقع أطلقت عليه أطلق المشيخة العثمانية الحرم، وكان مدون عليه الحرم الشريف الإبراهيمي. المشيخة العثمانية هي من أطلق المسمى؟ أي نعم، فقط للتنويه للمشاهدين. أي نعم، السلطنة العثمانية، وكانت تعطي هذا الموقع شديد الاحترام وشديد المتابعة، وكان ينفق عليه من السلطان بنفسه، وكانت تأتي إلى هنا شيء يطلق عليه السرة العثمانية، كان يطلق عليها السرة الرومية، هكذا هذا السرة الرومية تأتي إلى هنا وتنفق على 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 من يعمل بهذه السرة، كان يأتي بها الرومية نسبة إلى الذهب، ليس إلى الذهب ممنوع من لا هي السرة الرومية هي ذهب صحيح. كانت تأتي بواقع 500 ليرة ذهب تنفق على المسجد
من باب الرواتب ومن باب إعطاء الأمر المتعلق بالإحسانات، هكذا كان يطلق عليه. صح. إحسانات الدولة العثمانية، رواتب الدولة العثمانية كانت تؤتي، اسمها السرة الرومية، تؤتي سرة إلى المسجد الأقصى المبارك وسرة إلى المسجد الإبراهيمي تنفق عليه. فلذلك، لكن كما قلت، السلطنة والسلطة العثمانية والمشيخة العثمانية هي التي أطلقت عليه، كما قلت لك، كان يدون الحرم الشريف الإبراهيمي. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن كنت ضيفنا في الجزء الأول من بيت للكل. مشاهدينا الكرام، لازال في متسع من الوقت، لدينا أيضا جزء تالي، سنكون مع الجزء التالي من بيت للكل، لكن بعد فاصل قصير. ما زلنا معكم مشاهدي بيت للكل من على أحد أسطح أهل فلسطين الطيبين، وفي الخلفية المسجد الإبراهيمي. ما زلنا معكم في محافظة الخليل. كما تحدثنا عن الرمز الديني والتاريخي لهذه المحافظة، ولكنها أيضا رغم كل هذه التفاصيل نستطيع أن نطلق عليها بأنها محافظة أيضا صناعية، فيها كثير من الاهتمام والصناعة والإعمار. فلذلك ضيوفنا في هذه الفقرة يتحدثون عن هذه الموضوعات. أرحب بالسيد عبدو إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. أهلا بحضرتك، مشرفنا. وأيضا أرحب بالسيد عماد حمدان، مدير عام لجنة أعمار الخليل. أهلا بحضرتك ومشرفنا. لكن قبل أن نتحدث إلى ضيوفنا، هناك تقرير مهم كان يحكي عنه زميلي العزيز خالد، وإليه الكلمة لأنه سيحكي أكيد بالتفاصيل. تفضل. معلش، اولا لانا وشافكي بيحكوا، يعني طغت لديهم لغه العاطفه على لغه صحيح. الكلام. انا شخصيا اعذرهم، لانه احنا في حضره المكان، ودائما في حضره المكان تسقط كل الالقاب وكل الصفات وكل المسميات. في كل الاحوال، شارع الشهداء واحد من ابرز معالم الخليل، التجاريه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الاخلاقيه، الانسانيه، سموه ما شئت. هذا الشارع كان يشكل عصب المدينه. بالمناسبة، مدينة الخليل هي وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية بأتم المعاني، وأعتقد أنه الكثير من المشاهدين المحليين يدركون هذه الحقيقة، لكن هذا تنويه لمن يشاهدنا من إخوتنا العرب على امتداد الوطن العربي الكبير. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن شارع الشهداء وعن أجزاء مدينة الخليل الأخرى، بعدها نتواصل معكم لنكمل هذا الجزء من بيت للكل. بدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1968 بعد النكسة مباشرة بالقضم الاستيطاني للبلدة القديمة بمدينة الخليل وتقطيع أوصالها، حتى أصبح قلبها النابض خاليا أشبه بمدينة أشباح، تنهشه 5 بؤر استيطانية وتعزل أحياءه، يقطنها حوالي 800 من غلاة المستوطنين، يقوم بحراستهم 1500 جندي إسرائيلي، يوقفون تدفق الحياة الطبيعي للفلسطينيين من خلال 40 بؤرة عسكرية وعشرات نقاط المراقبة. حال سوق البلدة القديمة بمدينة الخليل يعبر عن التوحش الاستيطاني فيها حد الموت، فكل الطرق المؤدية إلى السوق مغلقة: قنطرة الحمام، سوق اللبن، خان شاهين، طريق المتحف، ومدخل الحرم، إضافة إلى شارع الشهداء المغلق بالكامل والممنوع على الفلسطينيين فتح المحل التجارية المتواجدة فيه بكثافة منذ أن أغلقه الاحتلال بحجة الحفاظ على أمن المستوطنين. مدينة مليونية يعيث فيها الاحتلال قهرا وظلما، باحثا عن أبعاد توراتية وأساطير تلمودية. فبعد المجزرة التي ارتكبها المجرم باروخ جولدشتاين بحق الساجدين الراكعين في المسجد الإبراهيمي في صلاة فجر 25 من شباط عام 1994، اقتطع الاحتلال قسما من المسجد لإرضاء حقد مستوطنيه وعنصريتهم العمياء، وتم تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا،
ونصب الحواجز حوله وأغلق الطرقات ومنع الأذان ودنس محرابه في أعياد اليهود، ولتصل الممارسات الإسرائيلية إلى ذروتها باقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمسجد الإبراهيمي عام 2019 معلنا السيادة القسرية المزعومة عليه. وعلى الرغم من اتساع الخليل وامتداد أحيائها، إلا أن المسجد الإبراهيمي ما زال القلب الحي للمدينة والشاهد على تاريخها منذ آلاف السنين، ليحافظ الخليلي على مسجد خليل الرحمن وشهد العنب الذي سيشهد يوما على زوال علقم الاحتلال من حياة الفلسطينيين. عدنا لكم مشاهدينا في حلقة خاصة من بيت للكل، ونحن الآن في مكان هام جدا في الخليل، وأؤكد للمشاهدين أنه خلفنا مباشرة المسجد الإبراهيمي. فالمدينة مدينة يعني تنبض بالحضارة وبالتاريخ، البعد الديني، البعد التاريخي، ورغم ذلك هنالك استيطان كان أو فكرة استيطانية مبكرة لمدينة الخليل لأهميتها التاريخية. أنا أوجه السؤال للأستاذ عماد حمدان وحضرتك رئيس لإعمار الخليل. أتحدث عن هذه المدينة، هنالك حركات محاولات استيطانية تهويد إلها، تدخل في كل شبر فيها، وأمامنا الآن أو خلفنا المسجد الإبراهيمي ونحن نسمع أصواتهم للأسف يعني موجودين وبيراقبونا وشايفيننا وكأنهم موجودين معنا للأسف. الآن هذه المدينة كيف تصمد أمام يعني بهذا البنيان، بهذه الشوارع، بالحياة الموجودة فيها أمام تلك الحركة الاستيطانية؟ لجنة الإعمار شو بتعمل بالضبط؟ بداية أهلا وسهلا فيكم في مدينة الخليل وفي قلب مدينة الخليل والبلدة القديمة وجوار الحرم، أهلا وسهلا فيكم. لجنة إعمار الخليل تشكلت في 96 بأمر رئاسي من فخامة الرئيس الراحل أبو عمار، وتم التأكيد عليها من فخامة الرئيس محمود عباس فيما بعد. المضبوط أنه أنا بدي أتكلم عن خصوصية وضعية الخليل. البلدة القديمة في الخليل غير عن أي منطقة تانية ممكن تكون في الضفة الغربية أو في الوطن بسبب وجود البؤر الاستيطانية بداخلها. للأسف يعني معظم المدن الفلسطينية المستوطنات تحيط فيها فقط، ولكن في مدينة الخليل بالإضافة للمستوطنات المحيطة هناك مستوطنات ومستوطنين داخل البلدة القديمة. هناك 5 بؤر استيطانية زرعت في قلب مدينة الخليل، يحاول الاحتلال التشبيك ما بيناتها وتشبيكها وضمها إلى مستوطنة كريات 4، كبرى المستوطنات في مدينة الخليل، وطبعا في بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف. هم يحاولون التشبيك بين هذه المستوطنات مرورا بالحرم الإبراهيمي الشريف وصولا إلى مغتصبات كريات 4. فلك أن تتخيلي عملية أنه كيف التشبيك بده يصير ما بين مستوطنة ومستوطنة. هي قد تكون مبنى أو مؤلف من دور أو دورين، ولكن كيف لهذه المستوطنة أن يتم تشبيكها مع مستوطنة أخرى بدون أن يضغطوا على الفلسطيني حتى يهجر هذه المنطقة ويخلي المنطقة لهم؟ فبالتالي يعني كلنا يعلم الاحتلال الإسرائيلي وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين الموجودين في داخل البلدة القديمة، بحيث أنه بيتم الاعتداء عليهم مباشرة كأشخاص، بيتم الاعتداء على منازلهم، على عقاراتهم، على محلاتهم، على أشجارهم، على مواشيهم، على ممتلكاتهم. فيعني المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة هو صامد، ونرفع له القبعات لأنه بالرغم من كل هذه المعاناة وبالرغم من كل هذا الأسى إلا أنه صامد. لجنة إعمار الخليل عندما بدأت عملها في 96 كانت البلدة القديمة هنا وسط البلدة عبارة عن مدينة أشباح، كان هناك 400 مواطن فقط من أصل 10,000 مواطن كانوا يسكنوا المنطقة في عام 1950 أو في الخمسينات. فتقريبا 96% من سكان المنطقة هجروها بسبب المضايقات اللي ذكرتها،
وكان دورنا يعني أشبه بتحدي كبير إنه كيف إن نعيد المواطنين للسكن داخل البلدة القديمة ولسه الوضع السياسي ما تغير، بالعكس يعني الوضع السياسي عماله يعني كمان في هذه المنطقة على وجه الخصوص بيزداد سوء، فبالتالي كان تحدي كبير. وكان هناك طبعا امتيازات كان لابد إنه نقدمها للمواطن حتى إنه يعود للبلدة القديمة. بداية هو يحظى بترميم مجاني لمنزله، وإذا ما كانش المالك ممكن إنه نأجر هذا البيت مجاناً نعطيه لعائلة ترغب في السكن داخل البلدة القديمة. هو يحظى بإعفاء ضريبي، هو يحظى بإعفاء من أثمان الكهرباء والمياه، هو يحظى بتأمين صحي مجاني. فبالتالي يعني اليوم كله مكفل في لجنة الإعمار هذا؟ صحيح صحيح، بالتعاون مع الجهات المعنية. لما نتكلم عن إعفاء ضريبي هو بالتعاون مع وزارة المالية، لما نتحدث عن تأمينات صحية مجانية هو بالتعاون مع وزارة الصحة، لكن التأمينات تصدر من مكتب لجنة إعمار الخليل ويتم اعتمادها من الوزارة مباشرة. أنا قصدت أنه كلكم كمؤسسات وطنية تتكاملوا في الأداء الوظيفي بما يعزز من صمود المواطن. يعني إحنا لما بنتحدث عن ترميم قرابة 2500 شقة سكنية وإعادة قرابة 10,000 مواطن إلى البلدة القديمة، هذا لم يكن من فراغ، لم يكن إلا بتعاون كافة الوزارات وكافة المؤسسات. وطبعا يعني فيما بعد أصبح الكم وأصبح هناك الطلب أكثر من العرض، وأصبحت الأمور تتعلق في توفير الحماية للمواطن بعد السكن. موضوع الشبك، إذا تحدثنا عن الحماية المباشرة الحماية الشخصية، الشبك، شبك النوافذ، شبك الحمايات الخارجية، وكذلك الحماية القانونية. أوجدنا مكتب قانوني لملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه إحنا ما بدنا نعطي كل هذه الامتيازات للمواطن ونجيبه ونستقطبه ونخليه بوز حرب لحاله، لا، إحنا سندنا بأن يكون هناك مكتب قانوني يعمل على رصد الانتهاكات الإسرائيلية، يعمل على توثيقها، يعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية، ويعمل على تبني. يعني أنا أعتقد أنه هذا الملف احنا مخلين له يعني جزء أكيد. نعم، ولا يعني حتى استكمل الفكره انه يتبنى قضايا اي اعتداء واي ضحيه ممكن انه يكون. خلينا نتوقف هنا سيد عماد، وانا هاخد من كلام حضرتك وانت تتحدث عن الخمسينات والتعداد السكاني كان هنا لمحافظه الخليل قرابه 400 شخص، لكن الانوار اللي حواليا دلوقتي بتؤكد ونحن في 2023 بان خلاص امتلأت الخليل عن بكرة أبيها بالسكان الفلسطينيين الرابدين. ومن هنا نتكلم عن صناعة الأمل وصناعة أيضا. إذن هنا دور الأستاذ عبدو إدريس. عارف سعادتي وأنا أتكلم معك وأنت بهذا البوست أو الوظيفة، معناها أننا أمام محافظة تنتج ولديها مصنوعات، حدثنا عن هذا. تحياتي لكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بمحافظه الخليل وبفلسطين دائما. احنا يعني اليوم بنقول فلسطينيا احنا حكايتنا غير، يعني لغه العين دائما بنقول غير لغه السمع. لهذا السبب اليوم احنا مبسوطين بوجودكم عندنا وكاميراتكم موجوده، وبعتقد هاي بتسهم بانصاف الشعب الفلسطيني، لانه لازم حكايتنا يشوفوها كل مواطن وكل مواطن عربي وكل انسان حر ومساند ل العدالة بالعالم وين ما كان. أنا بس عفوا للمقاطعة، أنا كنت أسأله برا الهواء فبحكي له هدول السكان والناس والبيوت كيف ساكنين يعني، والياهو أو الإسرائيلي على رأسهم عم بيراقبهم كما هو خلفنا مباشرة، فكنت أحكي لي إنه لا يجوز مقارنتنا بأي حالة أو بأي مكان آخر. صحيح. نحن هنا حالة مختلفة. ما بيزبط. بس يا لانا أنا وأنت مندهشين، ولكن الثبات واضح على زميلنا طبعا العزيز ولكن وعلى السادة الضيوف، ولكن احنا انعكاس للوطن العربي الذي لا يعرف الحقيقة. أكيد أكيد فضل. أنا بدي أحكي لك، أنا دائما يعني من خلال عملنا بممثلين للقطاع الخاص، يعني احنا أحيانا في تناقض بالحياة، بنعيش كل أنواع الحياة من برا لجوه لوين ما كان بالشق الاقتصادي، لأنه أنت بالآخر نتقاطع مع الجميع. أنا بقول لك إحنا دائما فلسطينيين حتى نكون واقعيين بنقول برغم الألم لدينا كل الأمل، ما في مجال، وغدا أجمل بكل التفاصيل. اليابان فيها كل شوي زلزال، كل المبتلى بالدنيا في ابتلاءات كثيرة، الله ابتلانا بالاحتلال ولكن قدرنا. يعني أنا يعني دائما بقول إنه الشعب الفلسطيني
هو يعني مبتلى بالنتيجة، ولكن احتلال بالآخر. يعني مهما بدي أشرح، ما بدي أحكي، خلينا في صناعة الأمل، احتلال بالآخر. ولكن مع ذلك أنا بحكي لك، محافظة الخليل فيها تقريبا 27 ألف منشأة اقتصادية، فيها الألم اللي بدي أحكي عنه بالأول. إحنا عندنا 1800 محل تقريبا في البلدة القديمة والمناطق المحيطة، عندنا 512 محل مغلق بأمر عسكري من 22 و 28 عام ومنذ عشرات السنوات. عندنا حجم الخسائر في البلدة القديمة تقريبا 4 مليار دولار بإحصاء من لجنة الإعمار بلجنة دولية، 4 مليار دولار بسبب الإغلاقات، إغلاقات في هذه المنطقة، بسبب إغلاق المحلات وإغلاق الطرق والممرات. هذا الظلم اللي مسؤول عنه العالم كله، كل إنسان حر مسؤول عنه. هاي المحلات ضرب الاقتصاد، أصل الاقتصاد وأصل في محافظة الخليل البلدة القديمة والمناطق المحيطة، بتحكي ب 1800 محل، 512 محل مغلق بأمر عسكري منذ عشرات السنوات، و1000 محل مغلق بسبب الإغلاقات. إحنا بنعمل جهدنا، بنحاول بكل الوسائل بالتعاون مع لجنة الإحمار، مع البلدية، مع المؤسسات، مع الدولة، مع وين مكان، نحاول نثبت الناس ونعطي قد ما بنقدر، ولكن المطلوب الحل هو إزالة الاحتلال حتى نرجع لذلك. ولكن مع كل ذلك، مع كل ما نراه وكل الأصوات اللي تسمعوها، برغم من ذلك فيها المنشآت الصناعية والاقتصادية، فيها مصانع فيها 1000 عامل و1200 و700 و500 معامل. وأنا بعتقد إن شاء الله بالمستقبل اتفقنا مع أخونا الكبير أستاذنا مدير التلفزيون إنه يكون بزيارة كمان حتى نشوف الأمل اللي بنحكي عنه. إحنا بنحاول قدر المستطاع نرسم البسمة للأجيال القادمة كمان، ونقول لهم لا بالعكس، إحنا كمان كشعب فلسطيني بكل محافظاتنا مش بس بالخليل، كمان عندنا ما نقول وعندنا صناعة نصنع وبننتج كمان. ثقافة الإنتاج لازم نزرع ولازم ننتج ولازم تحدي، ما في حل غير هيك. وأنا بدي أحكي لكم بكل وضوح، إحنا رجال أعمال وبنسافر وبنطلع وبنشوف الدنيا وين مكان. أنا بقول لك التحدي اللي موجود هون وقصص النجاح للقطاع الخاص الفلسطيني الموجودة، أنا بعتقد يجب أن تدون بالتاريخ. طيب خلينا عند هذه النقطة، سنأتي على هذه المسألة أيضا في سياق ما تبقى لنا من وقت، لكن وأنتم أسهبتم والأخونا عماد أسهب في الحديث عما تقوم به اللي هي لجنة إعادة الإعمار من تقديم مساعدات للمواطنين في إطار تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. أنا بصراحة فكري شرد، وهي بتحكي لي عن الأمل، ولانا وشافكي بيحكوا عن الأمل بالكثير من الشغف والحب. أنا يعني حكيت أستاذي الكريم عبد إدريس عن كيف كانت نسبة عدد السكان في الخليل في الخمسينات وما وصلت إليه الآن، إحنا في 2023. أنا بطلع على هذه السلسلة من الروابي التي تعتليها بيوت الفلسطينيين، في كل بيت في 1000 قصة نجاح و1000 قصة حب و1000 قصة أمل، ولكن في غصة مقابل ذلك. حكيت لي أنه 27 ألف منشأة صناعية في البلد، وحكى لي الأستاذ عماد عن كم هائل من الإنجازات للجنة الإعمار. أنا بدي تحطوني اثنين في صلب المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون تمكن مؤسساتكم ومؤسساتكم أيضا بالقيام بواجباتها الوظيفية والإنسانية على أكمل وجه. تفضل أستاذ عماد. شكرا. يعني طبعا احنا وصلنا لمرحلة انه تعودنا على هذه الاعاقات وهذه الانتهاكات، صرنا ننسيها لما بنتحدث وكانها شيء مش موجود، لانه شيء كأنه شيء معتاد صار عندنا. موضوع منع الترميم على وجه الخصوص، اذا بدنا نيجي لهذه الاعاقة، اول شيء يعني هناك مباني ممنوع انه نرممها نهائيا او نوصلها وندخلها، وهناك مباني ممكن أن نكون بشرنا العمل فيها ويجوا يمنعونا ويطردوا عمالنا منها. هناك مباني لا نستطيع إيصال المعدات الثقيلة والسيارات والشاحنات إليها. نحكي عن البلد القديم تحديدا. نحكي عن البلد القديم بس فقط للتوضيح للمشاهد. نعم، هناك بعض المباني يعني العديد من التدرجات، لا أريد أن أدخل بتفصيلات، ولكن يعني هذه الإعاقات اليومية حدث بنا إلى في بعض الأحيان إلى إسكان العامل وعائلته داخل المنزل على التراب حتى أنه يقوموا بالإصلاح، وتم اعتقال بعض العائلات كليا وتوقيعهم على تعهدات بأن لا يعودوا للسكن في هذا المنزل. فيعني هناك حالات عندما في بعض الأحيان عندما نمنع من إدخال الشاحنات وعربات النقل، نستخدم قد يكون الأحصنة أو العربات، وتم تقييد بعض الأحصنة. تخيل هذا المحتل، وهذه الدولة التي تتباهى بجبروتها العسكري أن تقوم بتقييد
أرجل حصان لأنه ينقل مواد. يعني الحديث يطول وطبعا حلقتكم قصيرة، أنا كنت أتمنى أنه يكون هناك يوم كامل لتغطية البلدة القديمة ومعاناة البلدة القديمة، بحيث أنه لو إحنا جينا على بعض الحواجز راح تشوف أنه في قائمة في الممنوعات اللي لازم تفوت. إحنا تجولنا بالمديني وشاهدنا يعني حاولنا أن نتلمس وجع المواطن اليومي، لكن في مقابل كل ذلك زي ما حكوا الصبايا يعني في جلد أكيد صراحة، وفي صبر وفي إصرار أكيد وفي تحدي. أنا بدي أركز بس كمان أحكي بما أنه يعني تحدثنا عن المنازل، طبعا كما ذكرت الحديث يطول، ولكن أنا بدي أعطي مثال على الحرم الإبراهيمي الشريف. الحرم الإبراهيمي الشريف نحن كلجنة إعمار خليل نعمل على صيانته وترميمه منذ نحو 20 عام. لك أن تتخيل هذا الصرح التاريخي الضخم الذي يمتد عمره إلى 2000 عام كم هو بحاجة إلى عناية ودقة في العمل. ولكن يعني في بعض الأحيان نضطر لإفراغ كيس الإسمنت وكيس الرمل على الحواجز وإعادة تعبئتها خشية أن نكون يعني في مفك في جهد واضح في داخله، فما بالك عندما نتحدث عن هذا الجهد طبعاً الكبير. نعم. طب أنا بدي أنتقل بنفس السؤال لأستاذ عبد إدريس، وإحنا قطعنا كان بيحكي عن هم شريك أصيل للقطاع العام، القطاع الخاص يقوم بجهود جبارة في موضوع التنمية الاقتصادية على مستوى الوطن. المعوقات الأبرز ما يعوق عملكم أنتم في موضوع المدن الصناعية؟ حكيت لي قبل وإحنا تحت الهواء عن شيء بسلفية، عن مشروع بجنين، حكيت لي عن مشاريع واعدة بصراحة. يعني أنا بدي أحكي لك أول شيء لجنة إعمار الخليل، حتى نكمل موضوع لجنة الإعمار، هم مشكورين على جهودهم وهم اشتغلوا معنا، رمموا المحلات التجارية بشكل جميل جدا، ممتاز عظيم، وبنعتز فيه. إن شاء الله بتيجوا الأيام القادمة تسوي جولات وبتشوفوا شيء، يعني أنا بعتقد إنه يسجل لإلهم، وجهودهم بعتقد بالحرم الإبراهيمي وين ما كان مشهود لها، ولكن بالآخر المعيقات كثيرة بما يتعلق في موضوع الإجراءات الإسرائيلية. بموضوع الإجراءات الإسرائيلية وش المناطق الصناعية، أغلب المناطق سي اليوم ما في سكن بالخليل، في بالمدينة لوحدة 300 ألف نسمة اليوم ما ضل مناطق للسكن، يعني ما ضل الأرض تبني فيها للسكن. فعشان هيك اليوم بالظرف اللي بنعيش فيه إحنا بحاجة لمناطق صناعية، بحاجة نتوسع إن كان بسلفيت أو بالخليل أو بنابلس أو بجنين. فإحنا اليوم أغلب المناطق هاي موجود مناطق تصنيفها بمنطقة سي اللي هي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وهي يعني هذا الموضوع إحنا بنطالب بشكل دائم بهذا الموضوع حتى نقدر ننشئ ونتوسع في موضوع المصانع. في بوادر إيجابية؟ ما في حل إلا هيك، شو بالآخر بده يصير، ما في حل. أنا نفسي أعرف ماذا تنتج الخليل؟ كل شيء. زي إيه؟ ادينا أمثلة. يعني أعطيك مثال. يعني قربنا إلى المصانع. بفلسطين. دخلني المصانع. قل لي بتطلعوا إيه؟ حاضر. من الصناعات المهمة صناعة الحجر بفلسطين، يعني عنا بنسمي الذهب الأبيض، إحنا هذا ينتج ويصدر إلى العالم، الذهب الأبيض اللي هو الحجر الفلسطيني بتصدر للعديد من دول العالم، مطارات في أمريكا تسوت منه، بنصدر لدول الخليج للأردن لوين مكان بنصدر. موضوع الصناعات البلاستيكية هي صناعات متطورة، صناعات تحويلية بشكل كتير كبير وبتنمو بشكل كتير كبير، وفيها يعني في بعض المصانع فيها 700-800 موظف. في عنا صناعات مثل الذهب، يعني صناعة الذهب في فلسطين بتنتعش عمالها وبتكبر، يعني السنة الماضية ما تم دباغته لدى السلطة الوطنية بوزارة الاقتصاد 18 طن، عندنا تقريبا حوالين أكثر من 100 مصنع اليوم بعيد تصنيع الذهب المعادن الثمينة، وهذا قطاع واعد، وعمالنا احنا كمان أصبح في مساقات بالتعامل مع الغرفة التجارية. خلينا بس نستفيد من الوقت وانت بتحكي في الموضوع. لا أنا معلش، انت بتحكي عن الصناعات هذا جميل ويعني محفز، بس في كثير من الشعب من الصناعات الحرفية واليدوية والصناعات صحيح الأخرى صحيح. هجرت الخليل كانت تمتاز، ما يميزها عن سائر المحافظات إنه هي كانت عندها اكتفاء ذاتي في كل الصناعات، الأحذية، الجلود، الزجاج، الحجر، الحرف اليدوية اللي تلاشت، صاروا يستوردوا الناس الصيني، وبالتالي سوقنا الشعب الفلسطيني فقد بريقه وفقد معناه التراثي والحضاري. أكيد في له أسبابه. أنا بدي أعطيك وفقد أكيد جملة صنع في فلسطين. بس أنا شغلتين، أول شيء صناعة الأحذية والجلود هي صناعة يعني بعتقد عمالنا بنحاول بقدر المستطاع نرجعها إلى مكانها عليه، وعندنا مصانع وبتصدر اليوم من الخليل بتصدر، وعمالنا بنسوي منطقة حرفية على مساحة 330 دونم اشترينا أرض، وعمالنا بجهد ذاتي طبعا مع أصحاب نفس القطاع وشغالين في صناعة الصناعات الحرفية، عمالنا بنحاول كمان نأكد على ذلك. ولكن أنت اليوم جزء من العالم،
موضوع الاستيراد صح. هذا الموضوع طبعا. قاتل بالآخر طبعا. موضوع طبعا. الاستيراد والمواضيع هاي مهمة، عشان هيك اليوم من خلال كممثلين للقطاع الخاص بنحاول نسعى بكل الوسائل حتى يكون في حماية للمنتج الوطني. أنا بقول لكم اليوم مثلا في قطاع الألبان احنا بنغطي اكبر اغلب السوق المحلي، بنغطي بالصناعه المحليه الوطنيه، مزارع الابقار اليوم عندنا كلها اغلبها بتغطي بكفايه السوق الفلسطيني. هاي مواضيع مهمه. صدقوني اخواننا، ممكن انا مهما بدي احكي لغه العين مختلفه، انا بقول لكم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني وما يتم انجازه بالظروف اللي بنعيش فيها، انا اتحدى فيها العديد من يعني الدول المستقله واللي ما عندها مشاكل. ليه؟ لانه الظروف صعبه، الظروف صعبه. بس انا بقول بحكي لكم كمان مره انه لدينا، نقول احنا مش هنركب بالاخر، بديش اكبر الموضوع، بس انا بحكي لكم مع ذلك بالنسبه لنا جزء من الصمود وجزء من الاراده ان نكمل هون ونوجد مستقبل لابنائنا. انا لازم اوجد امل للمستقبل للاجيال القادمه طبعاً. بما يتعلق بموضوع الصناعه طبعاً. والانتاج، ثقافه الانتاج يجب تعزيزها. عشان هيك اليوم احنا اللي بنطلع له اليوم شيء مهم جدا، ممكن انتم تقولوا شو الجزئيه هاي، موضوع الاعلام، موضوع خطير، موضوع مهم. وجودكم بيننا اليوم هي نصره لنا. الحلقة رائعة جدا، كنا نتمنى أن يطول الحديث، الحديث عن مدينة غالية على قلوبنا جميعا. إجينا من مصر ومن الأردن ومن العراق حتى يعني نكون في هذا المكان الرائع ونحكي عن ونوضح الحياة وصورة الحياة اليومية اللي بيعيشوها أهل الخليل من المعاناة، الألم اللي مقابله ألم وأسرار وإرادة. أنا بدي أشكر تواجدكم معنا، شكرا للأستاذ عماد حمدان وحضرتك مدير عام للجنة إعمار الخليل، وكل الشكر لحضرتك الأستاذ عبدو إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين والصناعية أيضا. أهلا وسهلا فيكم. لكن أنا بدي أحكي لكم قبل ما ننهي الحلقة إنه فريق بيت للكل ليس من السهل أبدا وصول كاميرا تلفزيونية إلى هذا المكان. خلفنا بأمتار قليلة مجندين إسرائيليين يحملوا الأسلحة وعمالهم بيحاولوا يشوشوا بأصواتهم علينا. إذا ظهرنا لهم بمعنى أننا لا نبالي بهم. فيعني هذا المكان الرائع، أهل الخليل، هذا شعر، يعني هذا ليس شعر، الشعر تركته لك أستاذ خالد. لكن يعني أهل الخليل الكرام طبعا. اللي استقبلونا على ظهر هذا السطح وفرحانين ومبسوطين في وجودنا، لكن إحنا مروحين لبلادنا وإحنا حاملين في قلبنا كل المحبة والانتماء الأشد للقضية الفلسطينية. أنا بدوري يعني أكيد بنفس المشاعر الموجودة عند لانا، المشاعر كتيرة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم يعني أولا أحس أنا بمنتهى الأمان، وجود المسجد الإبراهيمي في الخلفية هو وجود داعم للأمن والأمان. عندما نستمع للأذان أيا كان الأذان في صلواتنا الخمسة سنظل نصلي ونفلح طول الوقت بإذن الله، وأعرف بأن يدخل إلى هذا المسجد الداعين والمتعبدين طول الوقت. سيظل الدعاء قائم مفتوح لأن السماء مفتوحة، لا أحد يحتل السماء. إذا كان في الأرض احتلال فالسماء مفتوحة. يوم قريب ستفتح السماء للجميع وسينسحب الاحتلال وستبقى الأرض والسماء في تواصل دائم بإذن الله. أنا شخصياً يعتملني الكثير من الفخر، وأنا من هذا المكان أدعو الله ولا حجاب بين فلسطين لأنها بوابة الأرض إلى السماء، أدعو الله أن ننجز حلقة بعد عام في العام القادم وقد تخلصت الخليل من كل ما يدنسها. بدي أشكر أولاً طاقم العمل، هذا طاقم العمل الرائع اللي على مدى 4 أيام متوالية كل يوم أنجزنا حلقة. بدي أشكر المخرج الجميل العظيم على كل مجهوداته. كلنا نخرج الحقيقة، كل الفريق معك. وإحنا بصراحة يمكن إلنا أنا والمخرج والطاقم كله وصديقنا مديرين كل 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 الطاقم بنحضر للحلقة من أكثر من شهر حتى ننجزها على هذا النحو الجميل. فشكرا لطاقم العمل وشكرا للمخرج، شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. أصحاب المنزل أنا يعني بشكرهم جزيل الشكر، ما هم عائلة مناضلة، يكفي أنه يعني هم عائلة شهداء وهم ملاصقون للمسجد الإبراهيمي الشريف، فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي يكابدوها. شكرا لكم جميعا، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.